27 ولاية صنفت في الخانة الحمراء بشأن الخدمة العمومية للمياه. أكثر من 10 ملايين نسمة يمونون بنظام يوم واحد كل يومين أو أكثر، والتغيرات المناخية أبرز الأسباب. أثار التغيرات المناخية في السنوات القادمة راح نحسوها بطريقة مباشرة فيما يخص الموارد المائية. ثانياً، التكفل بالمدينة يجب يكون تكفل تكنولوجي علمي. من بين أهم المحاور من أجل مواجهة هذا النقص أنه استعمال أنظمة مقتصدة للمياه كالرش المحوري وكالسقي لغوتاغوت. التكفل النوعي بملف توزيع المياه في المناطق الحضارية بالجزائر محور يوم دراسي حول التحديات الجديدة للخدمة العمومية للمياه، ثروة حيوية تسعى الجزائر للمحافظة عليها، لكن ارتفاع كمية المياه المهدورة وعدم الفوترة من أهم المعضلات. ننتج حوالي 3.6 مليار متر مكعب سنويا لتلبية حاجية الماء الشرب. في 3.3 مليار هناك نسبة كبيرة تروح في البيكاجي ليسيت في الفويت في الريزو، وتروح مام في دي زو نون فاكتوري كما سمعتوا صباح. الأولوية هذه هي، لو كان نديروا ان ايفور جهد كبير باش نقصوا من التسلبات راح نريكوبيريو كمية كبيرة اللي تقدر لنا نلبيو الحاجيات، لكن الجهد ما يحبش هنايا. راح نكملوا في جهد تحشد المياه الجوفية والمياه السطحية، وراح البرنامج راح يستمر فيما في تحلية المياه البحر. أموال ضخمة استثمرت للسماح للمواطنين للاستفادة من الماء الشروب بانتظام، لكن تحديات أخرى وجب تداركها لضمان اقتصاد الثروة المائية وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين عبر كامل التراب الوطني.